الإنسان له نوازع تشده إلى التراب، شهوات، وذلك من أعظم البلاء والابتلاء. أربك شدك إلى الأرض بكثير من الأسباب وطلب منك أن ترتقي إلى السماء. جسمك تجذبه الجاذبية الأرضية، وجاذبيات أخرى هي الشهوات، وهي قوله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه جاذبيات، ومن منا يستطيع أن يفلت من هذه الجاذبيات؟ من أفلت من جاذبية المرأة أخذته جاذبية المال، ومن أفلت من جاذبية المال أخذته جاذبية الولد، ومن أفلت من جاذبية الولد أخذته جاذبية الشهوة أو السلطة أو لا تنتهي جاذبيات الأرض. ولذلك حديث القرآن عن الإنسان كان حديثا آخر، لا يوجد في أي كتاب في الأرض ولا في أي مدونة بشرية كيفما كانت. الإنسان كائن منجذب بطبيعته بفطرته الترابية إلى الأرض، وطلب منه أن يرتقي عكس الاتجاه إلى السماء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة ترق، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنت تسجد ونفسك وروحك ترقى، اقرأ وارتقي وارتقي. ثم بعد ذلك إضافة إلى جاذبية التراب التي لدى الإنسان فيه ضعف في بنيته، يمرض، يجوع، يعرى، تحدث له طوارئ من الضعف في بنيته تتعلق بتكوينه الفيزيولوجي، ضعيف. الملائكة لا هذه ولا تلك، لا هي منجذبة إلى التراب بفطرتها، كلا، بل فطرت وخلقت أول ما خلقت على الصفاء التام، بل على الانجذاب إلى الله وليس إلى الأرض. لا شيء لدى الملائكة يجذبها إلى الأرض أو إلى التراب، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، معصومون عصمة تامة. ثم بنيتهم الفيزيولوجية إن صح هذا التعبير ليس بها ضعف، لهم يمرضون ولهم يجوعون لأنهم أصلا لا يأكلون، ولهم يتزوجون لأنهم أصلا لا يتناسلون، ولا 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 ولا. والإنسان مبتلى بهذين، جاذبية الشهوات ثم الضعف الفيزيولوجي، ويكلفه الرب جل وعلا مع ذلك فوق الملائكة ليكون أمينا عاما على العابدين، ليكون سيد العابدين في العالمين. لأن آدم حينما يجوع، ابن آدم صفة عامة، ويلتجئ إلى الله طلبا للرزق، يتفرد من دون سائر الكائنات بهذا النوع من العبادة. ملائكة لا تعرف عبادة طلب الرزق، عبادة خاصة بالإنسان، صحيح موجودة في البهائم والحيوانات والطيور، لكنها أكمل في الإنسان. لما؟ لأن الإنسان أشد شرها وحاجة من سائره الكائنات الأخرى. ولذلك كان يتعدى الإنسان بشرهه، بين قوسين هذا التعدي إنما هو لغوي، يتعدى على سائر الكائنات، يقصد البقر فيحليب حليبه، والدجاج ويأخذ بيضه، والنحل ويأخذ عسله، بل صار يتعدى حتى العسل المخصص لملكة النحل ويأخذ. ما ترك الإنسان شيئا ولا مخلوقا إلا أكل له رزقه، لأنه لا يكتفي، بل لأن سائر الكائنات خلقت له أصلا. هذا الأصل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا حقيقة. هذا الجوع الشديد في الإنسان، هذه الفطرة التي فطر عليها بحب الشهوات، بتزيين الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، هذا هو الذي جعله الله فيه بابا إما إلى العبادة والرقي، وإما إلى الفجور. طريق واحد لا ثانية له، هو عينه طريق الشهوات، طريق الشهوات. إما أن يوظف سلما ومعراجا إلى السماء، وإما أن يوظف دركات تنزل به إلى جهنم والعياذ بالله، كما في الحديث الصحيح: وإن في بضع أحدكم صدقة، حينما يجامع الرجل زوجته صدقة، قيل: أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام ألا يكون عليه بذلك وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في حلال. الوسيلة واحدة والنتيجة مختلفة، الوسيلة واحدة والنتيجة مختلفة، لأن الإنسان إما أن يفجر شهوته في عبادة الله، وإما أن يفجرها في معصية الله.
حقيقة فعلا. ولذلك كان ديننا أكمل وأشمل من دين الآخرين الذين ترهبنوا وانقطعوا عن زينة الحياة الدنيا وتركوا الزواج، والذي يترك الزواج يظن أنه أكمل، بل بالعكس ناقص، لأن الكمال في أن تتزوج وفي أن تكون لك شهوة تصرفها وتصرفها لكن في عبادة الله. ولذلك قال أما الحديث: أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، ولكني إلى أن قال: وأتزوج النساء عبادة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كمال الإنسان في زواجه، في شهوته، في أكله، في شربه، ما دام في طاعة الله، ما دام معراجا يرتقي عبره إلى الله. ولذلك خلق له ما في الأرض جميعا، وإلا فما معنى أن يخلق لك ما في الأرض جميعا باش تفرج فيه إطلاقا، وإنما لتستهلكه ولتوظفه. وقد سخر لك تسخيرا، اكتشف فقط قانون التسخير والنتيجة يتدفق عليك خير الله في الأرض. هذا المعنى إذن يجعل آدم كائنا مركزيا في الكون، ماشي كائن هامشي، ماشي يعني بحال شي حشرة أو شي جرثوم يعيش على الهامش في جسمك أو في نبتة من نباتاتك، كلا، بل هو كائن مركزي في الكون كله. وانظر إلى هذا التعبير أو هذه المقارنات الربانية الإلهية في القرآن، كثيرا ما تذكر الأرض مقابل السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، نحن ما زلنا في الآية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وهذا التعبير أو هذا المعنى بالأحرى كثير بصيغ كثيرة في القرآن، ذكر الأرض وذكر السماء أو السماوات. ما الأرض إذن؟ هذا سؤال. نعلم جميعا أنها نقطة سائرة في فضاء السماء الدنيا عبر ملايير الأنجم والكواكب والمجرات السائرة إلى الله جل وعلا، نقطة. فكيف تذكر الأرض ثم يقال السماء أو السماوات؟ ومعلوم أن الأرض جزء صغير جدا من فضاء السماء أو من بطن السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إلى آخر ذلك من الآيات وهذه المعاني. لا شرف للأرض إلا لشرف ساكنيها، لأن فيها الإنسان. لذلك خصت بالذكر من دون سائر الأنجم والكواكب والنجوم والمجرات، وجعلت مقابلا لكل السماوات. والسماوات من يسكنها؟ الملائكة. وما أدراك ما الملائكة؟ ومع ذلك ذكرت الأرض مقابلا للسماوات، لأن الأرض فيها آدم وذريته. ولقد كرمنا بني آدم، آدم صاحب القصة الطويلة العريضة التي تملأ كتاب الله عز وجل القرآن.